تحارس ألغام مثل واحد تعلق كثيرا في هذا اللقاء. هنا أول فرصة في هدف وفق ثم إلى مرة مهدية حتى تبدأ الرياحي وتبدي جميع عن بعد الجاء فرصة أخرى كانت عملية جميلة بين ابن بابا وعباء الرياحي أبرز لاعب في هذا اللقاء تدخل الحارس في رجوة اللي كان أبرز عنصر فريق جيكيز ألغاني من أكبر أهداف الحارس الوحيد تقديمي لم يتحقق في تقديم الهدف أن يتحقق فرصة في أخرى للحرجاء أن يحسم هذا اللقاء خصوصا في هذه المحاولة.